يعني واحد دكتور من إحدى الدول الخليج أرسلني أمس وقال يعني هنا أرسل بعض الرسائل هنا يقول يعني ملف الأيغور ملف الزغوط من في يد أمريكا كلها إشاعات إدعاءات. أنا زرت أهل البلد تركستان لا يوجد أي انتهاكات حقوقية. هو أرسل لك هذه الرسالة؟ أرسل هذه الرسالة. أنا أقول لهذا الشخص اذهب إلى بيتي إذا كنت تستطيع، اذهب إلى قرى قريتي، اذهب إلى بلدي إلى محافظتي،